أبو سهل سعلوكي، يعني أبو ضيب ده سهل بن محمد سعلوكي، إيه أبو بكر الباقلاني، إيه أبو حامد الإسفرايني، صدح الأصبع مد بمر قلت الماما، صدح بشافعية يا هايان، ولبا شاعرة هدنا. قرن قشن هذا الإمام الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي أيام مجدد كأها عدك قفصتنا لماركو قفل هذا لما الشيقين الإمام الغزالي وفقهاء وشافعية كم يضع معروف هذا وتغنان قرن قيل لحال فخر الدين الرازي أي إمام بها بالإرادة علماء ذكر كنا وحي إليه ما أنا الإمام الرافعي أيام مجدد كيسياها قرن قيل لحال قرن قيل تضباط ابن دقيق العيد باتفاقي ماشي يرني ويا جلال الدين السيوطي وحا امام كا ابو يرو مجدد كا قرنغاس حافظكي وينا فقيها شافعي كاها ابن دقيق العيد ومعروف امام النووي باهانا سيوطي لفتي سا كتاب في سمنهاج يسوي سيدا سيوكو تلمام ايا اوحي لي امام النووي ايا قرنغي تطواب مجدد كاها اسو قرنغي سديدا سراج الدين البلغيني اما سماهانا امام الاسنوي ولو ضل الله فقيه شافعي مثل بعض فقيه شافعي وياي اياك هايين قرن سقالات حافظ السيوطي نفس الديس ايام مجدد كاعدك خمسه مترين وقد رايت ان المجدد فيه ففضل الله ليس يجحد سدا سيورن اي قرن سقالاتنا اني ايام مجدد كابير ففضل الله ليس يجحد الهي فضلي سن الله ما انكره يعني واما بنعمه ربك فحدث إلى نعمة أوسيي علم أوسيي أيك شكينا يا ماهن فان كماهن قرن جيت الضباع تغناد وحام جدد كاها ابن حجر الهيثم فقيها وين معروف كاها الشافعي كا أيام جدد كاها مركا مذهب الشافعي كا وهل كاس علم جسوع قاري أو طبعا كاسنا نور بوم جدد كا قرن والباء ونقول يعني وحنكوا ذا طبعا كا قرني طبعاً كأقرني، مركي لقرر أبو عمر بن عبد العزيز وإمام الشافعي كوريجي، لقصوا بلا بقرني إلا بعد إمام الشافعي نفس الديسا إلى قرني طبنا لقصوا قرر ابن حجر الهيتمي رقي مجددين تكاها وحياها يا الشافعية وحات الإمام يا سداس رسالة ابن مؤلفي الحافظ جلال الدين السيودي رسالة أم العدري تحفة المهتدين بأسماء المجددين تحفة المهتدين بأسماء المجددين أيا اللي إلى ذا سارة سبحانه قال لي مجددين في صامري إلى قرن قصة قال هذا صدق جدا بيجي أيا ذا النظم يا أيا قبنا يا ولبا مركا ماذا كشافعي قا أو صدع أها أو أهل العلم جي يحفادي الدون كأنت هذا صامر طي أنت هذا بلان أي شافعي هايان أيا إنه نصيب يا لنا يا ديان صامرين هاي مذهب هانين عن قادمه طيب قيب تلوات مركا فقه هذا يقط المام إمام قيب تصدحات الصنف الثالث منهم هم الذين أحاضوا علما بدرغ الأخبار والسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وميزوا بين الصحيح والسقيم منها وعرفوا أسباب الجرح والتعديل ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة قال صدح هذا المحدثين تايويري وعلماء الحديث كا كوابي علم قال لقبر تحديث تيسونوي كلا جوري النبي عليه الصلاة والسلام هذا نكر صاعي حديثي بين السقيم بين الصحيح والسقيم حديث كعافمات قضى في هو صحيحة هي متك ترنا ضعيف كا مص علا ذك لا يكون ترتك العديين رجع سيد عصا أو أهل الحديث كلي إرادة جرح جاية تعديل ككل برتين ويان بير قيف تصدحات ولما كنا إرادي بدعوين كي عقائد هذا مر والبوا وسوع العين يا سيف والبوا لجهد الله وحده قدر يا شيخه ولم يخلدوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة هذا علم هذا أن قدر بدعوين كله سنا وحيا بها يا من سنائين ولما الحديث يا لي إرادة ومعروف وحاوق عنصر إمام يالك الصنطة اللي إحنا كتابة أمهات الستة إسكالة الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام ابن ماجة يعني الإمام النسائي لحظة إمامي معروف كا أياك مذا رقاس وقع عنصر إمام البخاري
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أي اللي يرادا بقول سقاشن يا فرتي جلدا يورد شيء وحنا قدر يودي الله بقول كنتني لحدي إمام مسلم سيدو كله أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أي اللي يرادا سنا الله بقول يا فرتي يورد شيء الله بقول لحدي كودي جلدا نقول يودي أبو داود سليمان بن أفعش بن أشعث أيال إلى هذا أسنا لو بقر يلا بدي أجور شيء لو بقر تضبات يشنتين هو غير يدي إمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى ترمذي يترمذي لهذا هو اللي إلى هذا لو بقر مركي أيا هاي تجرد أجور شيء لو بقر تضبات يسال كين وار الله أفسدين إمام النسائي عبد الرحمن أحمد بن الشعيب بن علي النسائي وحور الشيء لو بقول تمانية شنتي صدح بقول يا صدح ذي هجرة الموجر يا ذا سنة كل واحد كتيران يعني القرون المفضلة صدح ذي بقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أي كتيران ما هو قدام بيا ابن ماجة محمد بن يزيد بن ماجة القزويني أي اللي راه لو بقول يسألك هجرة يور الشيء لو بقول تضبعت يا صدح ذي الموجر يا ذي طيب مركا قيب كاس الدحاب وعلماء أهل الحديث كأيوير ومعروف قيب تأفراد الصنف الرابع منهم قوم أحاضوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف وجروا على سمت أئمة اللغة كالخليلي وأبي عمرو وسيبويه والفرة والأخفش والأسمعي والمازني وإلى غير ذلك ممن ذكرهم الإمام حيري قيب تأفراد وعلماء أدبك ووحي برتان علمك عن لغة أدبك سيدا نحوها هي صرفك أي أي برتان طريقي رجل لغة القوية قانو خليل بن أحمد البصري يا أبو عمر بن العلاء ضرب داس أي نمرين وأنا رجل لغة عربك الله قدم بأي إمام يالكي نحادي أهل سيدا إمام الخليل بن أحمد وبغلت ضباطني شنتي قريودي أبو عمر بن العلاء أوكالي بغل كنتني شنتي أيو قريودي سيب ويه وكر أي أبو بشر عمر بن عثمان بن قمر رجال إلى ذا وقال سديت كي أيو أسنا قال يودي فرائي أخفش إيو إمام يالكي لغة أيو تيجي مركاسو وحصيد دوارك الشيخو إمام يالكي النحوها هي علوم عربية ذا لغوية قانور راكو في راب صرادين تيربان بها هذين الذين لم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع القدرية أو الرافضية أو الرافضة أو الخوارج وكو علم قضاء قدر بدعوين كي رافضة دي قدر يدي خوارج دي وحيابها يعني سنعين قلوا البور للشيقبة انت أصوى قلوا بدعوين كهذا الكودية وإنسو سوكارين وحوير شيخه ومن مال منهم إلى شيء من الأهوال الضالة لم يكن من أهل السنة روحي القوية علماء علماء الأدب كعربية تغنى كمدة أو وحي الله يحضي بدعوين كحق هذا أهل السنة والجماعة كمد ما أهم ولا كان قوله حجة في اللغة والنحو هذا الكيسنا لو ما قب سنكر النحو أهاني اللغة أهان أول بيسان حلالي حرام يسان كهذا اللين أو مسألة حكم أن نقفى إذا يسانين أو وحاسا حلالي وحاسا حرام يسان ورنين علماء اللغة أيك هذا اللان يا أري كان معناها أولياء اللغة العربية مركز كي أولى إحدى ومن مال منهم روحي أيها كمذا وحيين وحي أولى إحدى حق بدعوينك لم يكن من أهل السنة والجماعة ولا كان قوله حجة في اللغة والنحو هذا الكيسان الله قب صميه والله حجي صميه اللغة هي نحوها أول ما مسألك هذا لقى قادينه سكما دا مسألك لا حتى كلمة عن عربي قال معناها ضواسدة أو شيخان الباشاقي بالعيا لما أقل إلا إرادو أهل سنانا كبد ماهان لغاهان اللهم أدري إشهد وحكا لا بس كده إيه أحباب الكرام حانارك كرنا سيد الله فقين إيه أو الله دارين إيه بالعوينك إن أي وحي يرى أو اللغة قصو إيشان حتى وأن من عربه اللغة أو الرشاين أو يعني ركف صحابه إيه عربي أهانا اللي ودى الإشهد اللغة هلا قفا إذا استحطى لما أرنه قديمه وبدعم كل هاي حتى أرجع يسأل لغة العربية الله ما قف سنكره ساس يقرأ يا إمامكو سكبر دام سلكره ولا قال هذا حلال يا حرام حتى اللغة العربية يا اللي ودري شكرين أهل سنة كبد معهم هذا الكيس نلا مغنم يا بنان كوتر يا اللي هاي ما دام وبدعي هاي طيب قيمة الشناد
الصنف الخامس منهم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهوال الضالة. حويان بجرقلة الشناب وعلماء كوبين علمك قراءات كقرآنك قرآنك قرآنك لقو أخريو رقي كوبين ويان بويري إيا تفاصيل قرآنك وليها وجودة لقو فصيره إيا سيدا لقو فصيره سوى فقصا مذهب كي أهل السنة والجماعة أن لقو فصيرين سيدا بدعوينك يا البادل كي فصيران إمام يالكي قراءاتك يا معروفك أها يا إمام يالكي تفسيرك ويان أيو إلى طيب تشناب حلوه مقع درافن يعني سجاه تفسيرك أو شيخ لو قد جاء لو يقان إمامه يعني إمام المفسرين ابن جرير الطبري محمد بن جرير بن يزيد الطبري الله ببغى الله تاني أفرت إذا شيء صدق بغى لي طبعا كي نجيري يودي أيها وحلوه مقع عبا إنه كمدي هاي يعني وحلوه مقع عبا إمام المفسرين إنه يهاي تفسير كي سوينا معروف كهاي ابن جرير الطبري السلفي وليه هاي بعض التقانان وعلماء مركة قراءات كقرآن هي تفاصيل تكهد له هي قرآن كمعنيه سا أنا قاضي أنه نهي صومالي وحان حق قراءات كان أخري جرني أبو عامر بن العلا أيين وأخرنا قرديسا لبرا وجهه وليب ليه هاي وحان أخرنا رواية الدوري قايان أخرنا أبو عامر بن العلا وحكمي هاي إمام يالك تضوضة ee quraada la yiraado quraanka qiraa'adkiisa todobada imaam ayuu kamid yahay markii saddexda laga reebo casharada markaas laga dhigo marna cashara laga dhigo saddexda imaam dambaa lagu daraa marna todoba ayaa laga dhigaayo waa todobada uu kamid yahay imaamkeenan Abu Amr ibn al-Ala oo magaciisa la yiraahdo qaal far badan baa la soo khilaafay waxay tusinaysaa haybadiisa qof walba wuxuu ka xishoonayay inuu inta uu tago yiraahdo sheekh magaca wuxuu ku shuruubay markaa uu caan ku ahaa kunyadana Abu Amr ibn al-Ala zabaan baa liiraada qoro oranaysa qara bil yaay zayyan baa liiraada oranaysa qoro wax ay ku sheegaysa imaam aadi aad oo cilmi badan ayuu ahaa 68 di markii ay hijradu ahayd mu dhashay 154 uu dhintay saxaabada ayuu wax ka qaaday asagu Abu Musa al-Ash'ari saxaabiga la oran jiray sayidina Ali ibn Abi Talib سيد عثمان يا سيد عمر يا أبي بن كعب يا زيد بن ثابت يا صحابة سلاسة يا قراءات كأسو كقاضي أسنا وحاكسي وريا يا قراءة كقاضي يحيى بن اليزيد يحيى المبارك اليزيدي يحيى المبارك اليزيدي يحيى بن المبارك اليزيدي أيا كقاضي قراءة أبو عامر بن العلاء يحيى اليزيدي بروح حاكسي قاضي مركز لبدر الراوي أبو عمر الدوري يا أبو شعيب السوسي واد لبدا إمام أياك القادين أو لبدا الراوي قال إلى أبو عمر الدوري يا أبو شعيب السوسي وإمام الشاطبي وكي مركي وتلمام يجي إمام يالك تضوضة حق قراءات قرادة مدور باهبين لبدا الراوي لي هاي كتاب كيس الشاطبي جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فلا نسي عنه تقبلا سيدا سواكيت المام يجي لبدا اسمرك الراوية يوليها وحانا سقيا لبدا الراوية الدحية يحيى اليزيدي مركا أنا قد دعي بصومالينا قراءة أبي عمر كأيان أخرنا خاصة عن رواية الدوري كأيان أخرنا رواية سوسي كما تاسا يانا معلمين تاني كسو قارتي معلم أن كسو قارني أيا يعني رواية حفصها وأن أقول يا يا وضل كي صور قلي مركاسا يعني والرواية صحة أو كمدة قراءات كقرآن كقراءة كمدة ويان رواية أنا والرواية صحة رواية حفصة لكن وضل كي نيلا قبا أقول حين لقي غري مركا أنضم بها الرواية أنا أي تمد بعضتك رواية ذو دي ورام معلمين تا قاركوت وحي اسكول دايرين انت كتغان رواية عن كلا أخريان مركاسا يوحمل فقادة أو حفصنا أنا هين يعني رواية الدوري ومعلك سوء برينا أنا هين أو عشوائية وبحايو قراعية تتكا أنا قليها عصوبة بدعوينك بالله إسكندك دقايا مركاسا أنا رواوحي لي قال لي ومذهب في الشافعي رواية حق القرآن كان سوء قارتو رواية الدوري قاهيدي
عقيدتي يعني عقيدتي اللي اشعريه هذه قفر باب العلم كاي ساميان انه انت تورا و خربا و خصب راادسدو سو روايته يا قانين كتغيا روايه كما حسن معلم ولا انه حسن نقل ولا انه عيد كبرت يا نار بدون يا سي تشب سي انه كبرت مركاسو تيسي ورنا كتغي روايتنا وساقون waxa qira qira marka cashwaaya oo meelo la socotaan la aqoon ayuu garaacaya maanta dhan marka waxaan nasiib u yeelanay anagu Abi Amr ibn al-Ala inaynu qaadanno qiraa'adiisa khaasatan riwaayada duuriga qaybta lixaad wuxuu yiri wasifu sadisu minhum azhadu sufiya alladheena absaru fa aqsaru ikhtabaru fa ihtabaru wa radu bil maghduri wa qana'u bil maysur إلى آخر هذا الكلام طيب تلحادي وحاوية بويري وعلماء صوفية الزهاد الصوفية كوا سؤال يدي انتاركي وصفي عنو فيري يلي دي الكوري قابيي وأدو يكو عبر قاطي وإلى هاي وحي وقدر هير نادي هير هذا نبض نادي كو عبر قاطي وكو قنعي وقادي مقرك إيا عرق إيا قعناها إيا ضمان ليس سؤال إيوه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مركز ابنه وذي الرحمن طيكا إلى ليان أو يعني مالك قياما يدي القرومين ضدك أيها سالات الصوفية قيمها بضم ووحي إلى أي كو أرزاقي إلى أي وحي كو أرزاقي كو قنعي أو صداسة أو حق عقائد كان دينهم التوحيد ونفي التشبيه يويري رقم كوذي دين كوذ وحويان توحيد يا إله إن المخلوق سمرنا بالله الله كريسين هل كاسا يمرنا حق عقائد كنا إلى أكير هذا إمامك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وفضل إلهي إلهي نعدي وضعنا يوصي يا فضل إيسا مركا سيدا سيكوت المامي قيبت لحاذين يهين الصوفية إمام والباء وكهد الله في القوينك haddana ka hadla maqaalaadka iyo asnaafta iyo qaybaha ay ka kooban yihiin ahlusunna waljamaaca waa inuu ku daraa qayb ka mid ah uu ka dhigaa yacni culamada suufiyada qaybta lixaad ayuu ku daraa imaamku waa macruuf asaalaatu suufiya waatiaan muxaadaradeennii hore uga hadalnay waxaa fanniga asagaana imaamka oo sayidu daa'ifa lagu magacaabaa oo loogu magac daraa oo fannigan qawaaciddiisa aruuriyey oo qoray imaamka la yidhaahdo junayd ibnu maxamed albaqdaadi junayd albaqdaadi ayaa loogu magac daray fannigan isaga oo saalaatu suufiya isaga ayaa sheekhoodii loo yaqaano ee sayidu suufiya iyo sayidu daa'ifa sidaas ayaa la yidhaahdaa sheekhii suufiyada ee junayd albaqdaadi haddii aan wax yar ka eegno marka axbaab alkiraam جريد بن محمد البغدادي ترجمتي سواحا كهد لي حافظ الخطيب البغدادي كتاب في ستاريخة أيوه قهد لي كذلك ابن كثير في البداية والنهاية أيوه قهد لي وحاصله كان حافظ الذهب كتاب في سير وأعلام النبلاء حافظ ابن نعيم كتاب في سحلة الأولياء وطبقات الأصفياء سيدو كان إمام يالف ربضان ورقى تراجمت كهد لوردن way soo qaadanayaan tarjumaadiisa khadib al-baghdadi kitabkiisa taariikhda markuu uga hadlayay wuxuu yiri junayd ibn muhammad saara shaykha waqtihi wa farida asrihi fi ilm al-ahwali wal kalam ala lisan as-sufiyyati wa dariq al-wa'd junayd ibn muhammad wuxuu ahaa uu yiri xilligii siyaasaga ayaa sheekhka ahaa sheekha kaligiisa oo ilm al-ahwalka iyo xagga suufiyada iyo xagga wacdiga cid la wadaagtaa uu san jirin buu ahaa oo asagu madiga ah farid buu ahaa yar isaga cilmigaas xilligiisii cid kula mid ahi aysan jirin walahu akhbaarun mashhuura wa karaamaatun maasuura wuxuu leeyahay inuu yiri akhbaar mashhuura la wada yaqaan iyo karaamooyin laga soo guuriyay oo cadcad nin saaxiibu karaamaada ayuu ahaa oo macruufa وأسند الحديث عن الحسن بن عرفة أحاديث تنوح كوريين ويري أو حديث كقال تري حسن بن عرفة شيخ اللور تري وأوصي وضي وحيري محمد بن عبد الله المناوي وحيري ورزق من الذكاء وصواب الجوابات في فنون العلم ما لم يرزق في زمانه مثله عند أحد من قرنائه وحال سيي حق نكتة يا عقلك iyo jawaabaha toosan ee culuumta diinta islaamka uu ka jawaabayo waxaa lagu arsuqayo la siiyay axad
أصغر كلا وحنا لسين أحد وقتها علم أن الجوار زقنا يا لسين يبغيه ابن كثير سيدو كلا البداية والنهاية جزك كوي تمناد مركو كذا يا الحميدي جنيد ابن محمد تفقه على يد أبي ثور إبراهيم ابن خالد وحفظه كذا طيب ويني أبي ثور إمام كيلو رنجر تلميذ كإمام شافعيها يعني أبي ثور عن راهب أو مجلس لورنجر إبراهيم ابن خالد وكان يفتي بحضرته وعمره 20 سنة وحكوا جواب تريم يا أبي ثور حفلة ديسا يا ماشي سا مدرسة ديسا شيخه جوغة أيو علوم تجواب تري جنيد البغدادي 14 سنة صغو تري أصغو 14 تري أيا افتهر رائد الني فن والبيو كجواب وحي لقوي ديو وسيما يا وحويني ولازم التعبد عبادة فرشاء يلازمي أو عبادة بضن يلايمان تري ففتح على سبب ذلك علوما كثيرة مركز وحى الله أفري علوم فربضان مركز وعيالات كي يالك عبسي كي بليين أي علوم فربضان الله أفري مهيرين وتكلم على طريقة الصوفية صوفية طريقة ذنهاد بوقها دلي ووحويني مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة مذهب كينا طريقة لنا وحيكو حرمتها الكتاب كي يسنها روحي عن كتابك يسنى الأقوال يفقهك لو قمت ضيانك رأيه في طريقة دينا وطريقة علم كل سنة كتابك يسنى تأسي كمضى إلى غواشيسي وكان ورده في كل يوم 300 ركعة و 30,000 تسبيحة وردك يسي الراتب كي سوحو أهامال الكستاء صدح بغل الركعة يوتوك انتري صب الكون وتسبيحنا وآخين تري أيه يري أيها أحباب الكرام شيخ الصوفية جريد البغدادي صبح بقول ركعة أيوم مال والبت كنتري يعني 30,000 تسبيحة 1,000 تسبيحة تبمكن أو تسبيحة ولا يمنتري مال والبا تبمكن أو تسبيحة صبح بقول ركعة غفت كن كرامات من كتير أحباب الكرام صدم كن أو تسبيحة أنا راضي يعني صبح بقول ركعة غفت كن كرامية جوا ما أنطي وصي وضع وحير ومكث 40 سنة لا يأوي إلى فراش أفرت سنة أيو سنة من مدو بنع صدر كدقين بجيري أفرت سنة بو سنة من مدو بقول له كان يا راضي وقول له سنة أعيبا مغرب كماش وكنت كذا يعشاء بو صلاة الصبح كقاري تري وبيسنة وكنت كذا يعشاء إنه صلاة الصبح نصوص إذا هو سقب وكقار أيام الله قيا أفرت سنة بو سنة عيسى من مدو كدقين وصي وضع وحيري ما دام وصل أسأها أو أفرت صلاة وسنقول عادين ففتح الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره.